عليكم البنات، لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير، كاع متتبعين قناه سمنج. هذه مده طويله ما قدمت لكم شي شهيوه، واليوم البنات جيت نجيب لكم الجديد، مربى بالتفاح والحامض او كونفيتور بالتفاح واللين. كل واحد شنو تيقول ليه. اللي تحت طلب بزاف ديال البنات اللي طلبوا مني نصور لهم هذا الفيديو بصوت وصوره. بالنسبه للغوصات وطريقه التحضير فكما العاده خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو. بالنسبه للعصات البنات كناخذوا 4 ديال التفاحات وجوج حامضات، ودابا غادي نبداو نقيوهم مزيان كنقشروهم. كنحاولوا نقشروهم غير بشي وتنحيدو ليهم حتى العظم ديالهم. كناخذ البنات واحد الحامضه، هاد الحامضه ما دخلتش في الغوصات، دخلها غير باش نمسحوا بها التفاح باش ما يكحاش. كيف ما كتعرفوا التفاح كتقطع كيكحل، ففاش غادي نكملوا التفاح غادي نمسحوا بالحامضه. وكنمسحوا التفاح على هذا الشكل كله باش ما يكحلش لينا. صافي البنات نستمروا هكا حتى كنساليو التفاح كله الحامض. البنات من بعد ما نقيناهم مزيان وزولنا لهم داك العظم ديالهم كيجيو على هذا الشكل هذا. واخا درت لهم الحامض كيبانوا شويه كيبدلوا الكحوله ديالهم، ولكن ماشي مشكل. دابا غادي ناخذ البنات بواطه وغادي نصدفوا فيها التفاح والحامض على هذا الشكل. صافي وكندخلو للثلاجة حتى كيجمد لينا كيولي بحال حجرة. نقدر نخليوه ليلة كاملة حتى كيجمد مزيان. صافي البنات من بعد ما دازت ليلة كلها كنخرجو داك التفاح والحامض كيولي كيف ما كتشوفو الصورة بحال حجرة قاسح بزاف بحال هكا. صافي غادي ناخدو كوكوت وكناخدو الحكاكة وكنحكو مزيان.
كنستمر البنات هكا نحكو حتى كنسالي بالتفاح والحامض ديالنا، واخا شويه صعيب انك تحكي حيت كيكون بارد، ولكن ماشي مشكل، في الاخر كيعطيك نتيجه زوينه. صافي البنات كيجي بحال هذا الشكل. وبالنسبه للماء البنات كنديروا 5 ديال الكيسان كاس ديال العنبه، وبالنسبة للسكر البنات كنديرو جوج سلافات ديال السكر كافيين، كاين اللي كيبغي الحلاوة كاين اللي مكيبغيش، على حسب. انا كندير جوج وفاش كنبقى نحرك كنطوق، الا كنقصو الحلاوة كنزيد ليه حيت فيه الحامض يقدر يجي حامض. صافي كنحركو مزيان هكا وكنديرو فوق العافية كيطيب، كنديرو البنات فوق العافية كيطيب على عافية شوية مجهدة، وفاش كيبدي يغلي كنقصو من العافية وكندوق الحلاوة حيت فيه الحامض يقدر يجي حامض. وملي كنشوف البنات ديك الكشكوشة ضروري نحيدوها حيت كتجمع لينا غير الحموضة والمرورية، ضروري نحيدوها بالمعلقة. كنحركو مزيان، وما كنغطيوش عليه كله، كنخليوه غير واحد شوية بلا ما كيتهوى، حيت الا غطينا عليه كيفيض. كنخليه غير شويه هكا كيف ما كتشوفوا في الصوره باش ما يفتش لينا. صافي البنات كما كتشوفوا معايا بدا كيطيب، بدا كيتقال وكيطلق لينا داك اللون الزوين، وكيجي على هذا الشكل البنات، كيعطي لينا داك اللون الزوين العسلي البارد، كيجي صراحه الله رائع في المذاق، لا في الشكل ولا في المنظر. كنتمنى انكم تجربوه، وكنتمنى لا فيديو يكون نال اعجابكم، وكنتمنى نكون شرحت لكم مزيان، وما تنساوش تقولوا لي رايكم في لي كومونتير، وما تنساوش تعمروا في البقر وهو سخون نفس الطريقه ديال المربى بالحامض. نتلاقوا ان شاء الله قريب فيديو جديد، في امان الله.